السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي اليوم كما شفتوا الموضوع، يعني الدولة الجزائرية هي من تختار زاتي او غير زاتي على رئاسة الاتحادية الجزائرية، او يجب على الدولة الجزائرية اختيار، خاصة في الظروف الحالية. ربما الكثير منكم خاوتي يختلف معايا من حيث المبدأ، من حيث المعطى، او من حيث المغزى، او حتى من حيث الفكرة. لهذا الموضوع ربما احد يشوف يقول هذا شرع، يقول كيف الدولة تتدخل، كيف كيف كيف. لكن انا تطرقت لهذا الموضوع او هذه الفكرة لاني شفت عدة معطيات او عدة مبررات او عدة اسباب تخليني نقول ان الدولة يجب ان تختار. راكم تدخلوا خاوتي في التفاصيل عبر استمرارية هذا الفيديو. نبدأ خاوتي اولا بالاتحادية او الاتحاد الجزائري لكرة القدم كما سمي. نورمالمون يخلوها اتحادية جزائرية، وهذه حاجة ليست عيب باعتبارها جمعية رياضية تابعة للوزارة الوصية، اي بالمختصر المفيد خاوتي تابعة للدولة الجزائرية، جمعية رياضية جزائرية. هنا تسطل لك كل الخطوط ولا تسطل لك كل معنى اي اتحادية. اثنين، ان الاتحادية الجزائرية عندها قانون اساسي. انا دخلت لكم في هذه التفاصيل تمهيدا خاوتي باش نبداو في الموضوع. الاتحاد الجزائري لكرة القدم او الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عندها بما يسمى بالقانون العام او القانون الداخلي او القانون الاساسي، وهذا القانون يكون منبثق من قوانين الفيفا، لكن في نفس الوقت لا يخرج عن طوع او قوانين الدولة الجزائرية. يعني الفيفا لتجنب الصدام ما بينها وبين الدول اعطت الاتحادات حرية في صيغة او تكييف القوانين، لكن بالرجوع الى كما احنا نقولوا الوزارة الوصية او الرجوع الى قوانين الدولة. يعني اي قانون يكون لازم ما يخالفش قوانين الدولة. وهنا يلخص كل الامور خاوتي اللي راهي صارية ذروك. نرجعوا خاوتي لماذا قلت انا الدولة يجب ان تختار. نعرف احنا الاتحادية هي واجهة من الواجهات، نعرف ان اللعبة الاكثر شعبية هي كرة القدم، لهذا هذا منصب حساس. وكي يكون منصب حساس ويكون واجهة للدولة الجزائرية لازم يختاروا ولا يكون هناك شخصية هي الأقدر أو المكان الشخص المناسب في المكان المناسب. مميزات هذه الشخصية، أولا لازم يكون رجل دولة، يكون رجل دبلوماسية لعدة أمور ولعدة اعتبارات، رجل عنده علاقات، رجل معروف على المستوى العالمي أو الإفريقي أو حسب نشاط الاتحادية أو حسب نشاط الاتحادية التانية. نروح خاطئ كذلك الكفاءة، خاصة الكفاءة التسييرية، إضافة إلى هذا عنده أفكار، عنده مشاريع، وأكثر من هذا الأعضاء اللي معاه ولا الأعضاء اللي غادي يختارهم ولا يجيبهم لازم يكونوا في مستوى كبير من الكفاءة. يعني الأعضاء خاصة هما يعتبروا، هما يحطوا القوانين، هما عندهم مسؤوليات كبيرة على مستوى كرة القدم، خاصة في التطوير. يعني دور الاتحادية هي تطوير كرة القدم داخليا أو على مستوى البلاد، من حيث الأندية، من حيث المنتخبات، من حيث كل الأمور، أمور لوجستيكية، توفير المادة الأولية اللي هي كما احنا نقولوا البدالات المنتخبات وكذا وكذا، السهر على كما احنا نقولوا حل مشاكل الأندية الجزائرية، تطوير تهم في تطوير الملاعب، تهم في تطوير أكاديمية، تتهم في عدة أمور. دور الاتحادية دور كبير وكبير جدا. وزيد خاوتي أنه خارجيا هي الواجهة وهي لافيترين تاع الدول. بزاف احنا دول ما نعرفهمش، لكن كي تذكر الفريق تاع الوطني تاعهم تعرفهم، ما تعرفش ثقافتهم، ما تعرفش الأمور التاريخية تاعهم، اقتصادهم، الاجتماعية تاعهم، لكن تعرف منتخبهم الوطني وتعرف اللاعبين ينشطوا في أي نادي. يعني كاين اللي حافظ لي جوار اي منتخب، تعطي اي منتخب يجيب لك لي جوار وين يلعبوا وينعبوا، خاصه الناشطين في الدوريات الاوروبيه. هذه تخلي الدوله واجب اختيار، هي التي تختار على لتوجهات الدوله. ربما يختاروا شخص عنده توجهات اخرى، شخص غير مناسب، الدوله تفكر هاك هو يروح يخسر لها علاقات مع اي دوله، الدوله عندها علاقات مع وعلاقات دوليه، عندها علاقات صديقه وعندها علاقات مجرد علاقات دبلوماسيه وصاي، ربما يربح الشرم هذه، يربح الشرم هذه، يربح الشرم هذه، وهنا الدوله تدخل في كيما احنا نقولوا ما لا يحمد عقباه. وهنا كذلك عنصر يعطي للدوله ولا يخلي خيار الدوله هي اللي تختار. ونزيد المشكلة الأكبر هو أعضاء الجمعية العامة.
لو تركنا أعضاء الجمعية العامة خاوتي هما اللي يختاروا، نعرف إحنا الانتخابات كيفاش مبنية. مبنية أولا بالأموال، بالمصالح الشخصية، أعطيني نعطيك، شات خلي لي شان خليك، أعطيني إجازات، أعطيني كذا أعطيني كذا، تضمن لي صعود، تضمن لي مش عارف مناصب، تضمن لي كذا مناصب شخصية. لماذا سميت بالانتخابات؟ أو في الأصل هي وعود انتخابية وصارية على جميع المستويات، سواء انتخابات رئاسية، برلمانية، تشريعية، ولائية، جهوية، وكل الأمور. الانتخابات هي انتخابات مصالح أو انتخابات اللي عنده شبكة علاقات كبيرة. احنا شوفوا الجمعية العامة، وكي تشوف أن الكولاسة وتشوف تشوف أن أعضاء الجمعية العامة في كل الأمور، في كل الأمور اللي صارت عبر التاريخ في الجزائر أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يعرفوا ياك تصيب حبة زوج اللي ينتقدوا، حبة زوج اللي ينتقدوا، هما يجوا يوافقوا على الجمعية العامة أو الجمعية الاستثنائية، يوافقوا على التقرير الأدبي والتقرير المالي، ربما ما قراوهش كاع. ونورمالمون أي خروقات، لو في مثلا تتطرق وتكون هناك إشكالية، ولا هناك لعبة مصالح، ولا هناك صرف المال بطريقة غير بريئة أو ملتوية، نورمالمون يتحاسب اللي صرف في المال واللي صادق على هاته التقرير الأدبي والمالي. لهذا قبل واحد ما يصادق، نورمالمون قبل ما يصادق على التقرير الأدبي والمالي، يقرأ البيلون كامل، سواء أدبي سواء صح. الأدبي ما فيش مضرة من الناحية القانونية أو الجزائية، لكن المالي خاصة تا واحد مثلا نقولوا حنايا حاط بيلون كامل، ومن بعد تسيب مش عارف انا 50 مليار 60 مليار رايحين في جهة غير معلومة، 3 ملاير في حاجة تسوى 100 مليون، وتروح تتسني عليها. يعني تارك داخل نوعا ما في الجريمة، داخل نوعا ما في الجريمة. وحسب كل السنوات اللي فتشتمناها خوتي، بالك شفتوا مع الحاج محمد رورو هاك، مع زاتشي هاك، مع اللي قبلهم هاك، يعني ما عندهمش علاقة بمنظومة ولا ما مش عارف. انا مش عارف اسكو هذو الجمعيات شفنا احنا نشوفوا حبه ولا حبه. تشوف كيما زرواطي خرج في الاونه الاخيره كامل الليل ما خلاوهش يواسي، يعني اللي تجيبهم يناقشوا المواضيع ولا يطرحوا اسئله ربما يمنعوهم من حضور الجمعيه، لازيد تخليهم هما يصوتوا في الانتخابات. وهنا الكارثه، هنا الكارثه. انا مثلا عندي رابطة جهوية أو رابطة ولائية، عندي علاقات مع جميع الروابط، نروح نخيط عادي، تخيط عادي، وهذا شيء مشروع، هذا شيء مشروع خاوتي في الانتخابات. تما ما عندك لا حرج، عندك العرف، عندك كذا، هذه هي انتخابات، لعبات، سباق، اللي يوصل هو النتيجة. أنا تقول لي شريف ومشيري بعد تخسر، يعني ما عندك حتى ريزيلتا، ربما مع ضميرك، مع الله، مع ربي، مع ربي سبحانه، هي نورمالمون يراعوا ربي سبحانه. بعد يروحوا مصلحة الكرة الوطنية والكرة الجزائرية، ومن بعد يشوفوا ضميرهم، ومن بعد يحطوا الصوت. لكن هنا كيما حنا نقولوا ما نتهموا حتى واحد. يا خويا شنقولوا؟ نقولوا ربي يهدينا وربي يهديهم وصاي. لأن كي تشوف تايا أعضاء الجمعية العامة يصوتوا بنعم لكل رئيس اتحادية بدون الخوض ولا بدون مراجعة النظر حتى في التقارير، سواء أدبية سواء مالية، ربما كاين تجاوزات فظيعة، تروح تتصدق عليها غدوة القضاء يعيط لك يقول لك أنت كيف ما بلغتش، ولا كيف راك مسؤول، راك مسؤول، راك عضو في جمعية عامة ولا عضو في جمعية انتخابية، عندك دور بأمو ما تصدقش، هاكا تتجنب، هاكا تتجنب. هي جيت تعطيهم الفرصة الانتخاب، يجي واحد عنده كيما قلت لكم خوتي علاقات على مستوى الوطني، كان في رابطه كذا، انتقل الى رابطه كذا، عنده 7 مرات ولا 7 عهدات، يعرف كل اعضاء الجمعيه الانتخابيه، يعرفهم تقريبا كاع، يبدا يتنقل قبض اللوطن، اي طلقلع، رانا في الرابطه تاع وهران، رانا في الرابطه تاع زعيده، رانا في الرابطه تاع كذا، رانا في الرابطه تاع النيابه، رانا في الرابطه الماكله والشواء والدنيا. وهذه هي، هذه هي الانتخابات في جميع الامور خاتي كيما قلت لكم سوا راسي. ومن بعد يجي يختار لك واحد يدوخك، يجوا يختاروا لك واحد في رئاسه الاتحاد يدوخك، ماشي يدوخ سيميو، الدوله تختار وتتكفل هي، دبر راسها، اختاريتيه دبر راسك انت وياه، ادى ما داش، كان مليح ما كانش مليح، الدنيا الدوله تي دوله راكي موافقه المشروع تاعو ولا موافقه التوجه تاعو، الله يسهل، الله يسهل. خاطش علاه كي تختارها الدوله عندها الدعمه في انتخابات خارجيه، الدبلوماسيه تعاونه، وامور بزاف،
وامور بزاف. لهذا عندنا احنا دروك كيما احنا نقولوا طحنا ما بين نارين، اما الدوله تتدخل وتختار شخصيه اللي هي الاقدر، ربما تشوف راي الشارع الكروي وين راه ماشي، تشوف كفاءه الشخص، تشوف المصالح تاعو، اسكو عنده مصالح ما عندوش، تشوف التوجهات تاعو، تشوف كذا تشوف كذا. اذا صار يتماشى مع الدوله وعنده كفاءه وعنده كذا، تحطه عادي، ما كاينش لي هذا. انما خلي الجمعيه، ونعرفوا احنا الانتخابات كيف تسرى، ونعرفوا التليفونات، ونعرفوا كذا وكذا. لهذا خاوتي وجب التليفون يا خويا، كي تجي الجمعيه العامه الدوله تعيط. انا هذا رايي، اللي عنده راي مخالف يطرحها هنا. والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم خالتي. سلام.